السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنعرف فيه أسهل طريقة ممكن تصلحوا بها غطاء الترمس. أولا هنحتاج مبرد أظافر أو أي حديدة تكون سمكها رفيع. أولا هندخل على الدايرة دي بالحديدة دي، مش دي بسم الله. الحديدة دخلت، كده تمام. كده هنعرف مكونات كل قطعة. الجزء ده بيبقى ثابت. اول حاجة نحط كل حاجة كده في الظهر. القطعة الاولى بندخلها على القطعة الزرقاء، ودي كده كده تمام. اما القطعه دي بتبقى ما بين القطعتين، ولابد ان الفتحه دي تتعشق في الفتحه دي كده. بس الاول هنحطها هنا، ده مكانها. ونركب الاثنين على بعض. في طريقة تانية وهي معتادة لفتح الغطاء، ان احنا نشد القطعة دي بقوة، بس الطريقة دي انا ما بفضلهاش لانها ممكن تكسر لي القطعة السودة دي. تمام، هنركب بقى كله. كده تمام. لو حصل ومعرفتوش تصلحوا القطعة دي هتعملوا ايه؟ القطعة دي باظت مني بسبب ان انا غليتها، كنت بعقمها، فقمت راح حطها في اناء في مية مغلية وغليته. لما غليته في قطعة جوه شكلها اتغير، فكده فقد وظيفته. تعملوا ايه علشان تخلوا الترمس ما يسربش؟ كان فيه مطاطة، جلدة مطاط محطوطة هنا، انا شلتها وقصيتها نصين وركبتها هنا وبقفل على كده وخلاص، كده ما يسربش. بس حاسبه انتوا بتفتحوا اللي ينزل عليكم السائل اللي بيبقى محتفظ بيه، ابعدوا الازاز عنكم شويه. وانصح بشراء زجاجات مياه ستانلستين ذات فم ضيق. يا ريت تكونوا حبيتوا فيديو النهارده واستفدتوا منه. لو حبيتوا الفيديو تعملوا له لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا. سلام عليكم.